المشد ربيت سوريا عروس العرب ده حلوة والمشد بيعرف سوريا قلعت أبطال ونخوة أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا مزارع عجنود الفلاحين عشبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين مرسومة بالمزارع عجنود الفلاحين عجبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا المجد ربي سوريا عروس العرب الحلوة والمجد بيعرف صباح الخير ميسا. صباح الخير فرح. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. في برد اليوم شوي زيادة. شوي. كتير بيسان. بدي أقول صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كانوا عم بيتابعونا بهذا الشهر المميز شهر الأعياد سواء الميلاد المجيد أو حتى رأس السنة. بنتمنى تكون سنة جديدة مليئة بالخير والانفراجات يا رب. صبرنا كتير وصار الوقت إنه نرتاح وننفرج. فبنتمنى أكيد تكون سنة 2021 هي سنة خير وبركة للجميع. لكل المرضى كمان ميسان المصابين بفيروس يعني. كورونا هي الأزمة اللي إلها شهور وشهور إن شاء الله يا رب الشفاء العاجل للجميع ونتمنى دائما نرجع منعيد ومنكرر على طول الإجراءات الوقائية اللي لسه ما نصاب يكون دائما بمأمن من هذا الفيروس اللي أكيد ميسان ما وفر لا كبير ولا صغير فنحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع كونوا معنا على مدار ساعة من الوقت رح نكون فيها مع ضيوف اختصاصيين بمجالات مختلفة بدي ارجع اقول لميسان صباحك خير يا ميسان صباحك فرح وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه ان شاء الله هيك نهاركم يكون كله خير وبهالعطله بمناسبه الاعياد وان شاء الله تكون ايامكم حلوه ومعطلين مكنكنين بالبيت منيح احسن من الطلعه بهالبردات فرح مشاهدينا رح نبدا فقرات برنامجنا ولكن بعد هالفاصل الصغير خليكم معنا ميسان دائما الصبح بنحاول نبدا بشيء يكون قريب مننا كلياتنا ومن حياتنا اليوميه، اليوم بما انه بفصل الشتاء، قد ايه في اكلات كثير طيبه ميسان؟ بتعطينا الدفى وبتعطينا احساس كثير حلو، مجرد ما تمطر الدنيا شو بتعملي ميسان؟ شوربه عدس هي تبع كل الامهات المتعارف عليها بعد شوي عن شوربه العدس، كمان في من الاكلات الكثير طيبه يلي بتعتبر هي كنز حقيقي عند السوريين هي البطاطا الحلوه، قد ايه طيبه؟ كثير طيبه وهي غنيه كثير بالمواد الغذائيه والفيتامينز، خلينا نروح للتقرير التالي ونشوف شو مخبيت لنا التقرير التالي البطاطا الحلوة تعتبر البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة مميزة خاصة في فصل الشتاء تمنح الدفء والطاقة وتعزز المناعة وصحة القلب والشرايين إذ تعتبر مصدراً غنياً للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية بالإضافة إلى الألياف الغذائية إليكم أهم فوائد البطاطا الحلوة للجسم البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم مما يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم
كما لها فوائد البطاطا الحلوة في إمداد الجسم بالطاقة، حيث تعتبر مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 جرام منها مشوية تمدنا بما يقارب ب 90 سعرة حرارية. أما فوائدها لمرضى السكري، تعتبر ذات مؤشر جلاسيمي منخفض، وبحسب الأبحاث التي أجريت مؤخرا فإنها تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري. كما لها فوائد لصحة البشرة والعيون، فهي مصدر هام لفيتامين أي المعروف بفيتامين الجمال، والبيتا كاروتين كمضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص. كما للبطاطا الحلوة دور في الوقاية من فقر الدم، حيث تعتبر مصدر للحديد والفيلتو، ولها دور عظيم جدا في الوقاية من الأنيميا وفقر الدم. حبة من البطاطا الحلوة المشوية بفصل الشتاء ممكن أنه تغني عن التردد لعيادة الطبيب. يعني كمان فرح شغلات تانية من حياتنا اليومية رح نتعرف عليها، معلومات عن الصحة النفسية والجسدية بهالتعلم. بكل يوم معلومة جديدة ويمكن غريبة رح نتعرف عليها. هل تعلم بأنه الميسوفونيا هي حالة تجعل الإنسان يغضب من أبسط وأتفه الأشياء؟ كان يغضب من صوت التنفس أو أكل شخص ما يجلس أمامه. سبب هذا الاضطراب في 60% من الحالات يعود لأسباب وراثية. وهل تعلم بأن تركيبة جسم المرأة البيولوجية تجعلها تحتاج لساعة نوم إضافية أكثر من الرجل؟ وأحياناً قد تمتد المدة لساعة ونصف كاملة. وهل تعلم أنه إذا أصبحت تفرش أسنانك باليد التي لست معتاداً على استخدامها، فهذا يزيد من نشاط مناطق محددة من الدماغ ويزيد من القدرات العقلية، وقد يجعلك تضبط نفسك في المواقف الصعبة. وأخيراً، هل تعلم بأن الطالب إذا راجع دروسه بصوت مسموع ومرتفع فإنه سيتمكن من حفظ المعلومات في الذاكرة لمدة طويلة وبشكل أسرع 5 مرات مقارنة بالأشخاص الذين يقرؤون وبصمت؟ وصلنا لفقرتنا الأولى. دائماً بيكون في تفاصيل صغيرة بحياتنا يمكن ما بننتبه عليها وما بننتبه شو نتائجها السلبية. طبعاً بحياة كل عيلة بيكون في أولاد، ميسان ببلشوا دائماً الأهل بيكون في حالة حب كتير كبير أكيد لكل الأبناء، لكن التمييز بين الأبناء نتيجة صفات معينة، ممكن تكون الاجتهاد، ممكن تكون شخصية الطفل هي طبعاً بتخلي هذا التمييز يصير بين طفل وآخر. طبعاً له نتائج كتير سلبية بالمستقبل أكيد بيلمسوها منه شخص، ممكن طفل يتمتع بثقة كتير كبيرة بالنفس لدرجة النرجسية، وطفل آخر يمكن بيفتقد لهي الثقة. لهيك نحن كيف فينا نوزع حبنا واهتمامنا بشكل متساوي بين الأولاد، وكيف فينا نربيهم تربية صحيحة لحتى ما يكون في هاي النتائج السلبية الكتير كبيرة بالمستقبل. رح نتعرف عليها مع محمود الخالد، مدرب متخصص في حماية الطفل والصحة النفسية. صباح الخير محمود، كيفك؟ صباح الخير، ينعاد عليك. يسعد صباحك محمود، نعاد عليك يا رب. يعني محمود، في كلمة دائما بيقولوا الأهل، والله مو ما منميز، منحب الكل قد بعض، بس فلان رايق، بس فلان شاطر، بس هي كلمة البس يلي كل حدا يعني من الأم، من الأم إن كان أو من الأب تنقال. قديش باللاوعي ممكن أحيانا الأهل يميزوا بين الأطفال رغم أنه هن أكيد بحبون قد بعض؟ يعني شيء أكيد. أول شيء صاد صباحكم، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب عياد خير وسلام على بلدنا على سوريا وعليكم ان شاء الله. نحن هي المشكله بالبس مثل ما تفضلتي، يعني نحن الاهل من البدايه بيقعوا بفخ كثير كبير بتربيه الاطفال، اللي هن تربيه الاطفال بشكل مستقل. اليوم نحن عم نربي مثلا عندنا 3 اطفال، فنحن بنعتمد على تربيه الطفل فلان لحال وفلان لحال وفلان لحال. نحن بننسى من البدايه كيف نفتش على طريقة نربطهم ببعض، كيف يحبوا بعض ويتواصلوا مع بعض. فهذا يعني هاي البداية من يعني بداية المشكلة مثل ما بنسميها.
وهي المشكلة بتستمر، لأنه اليوم نحن الأطفال من هنا صغار، لما طفل بياخذ لعبة أخوه تمام، من هون بتبلش المشكلة، إنه فلان أخذ لي لعبتي، فلان كسر الكاسة، فلان عمل سوى، من هون بتبلش بقى هاي المشاكل، والأهل ما بينتبهوا لها، لأنه هن اللي بيعتبروا إنه طفولة وأطفال إنه مشاكل أولاد صغار عم يتخانقوا مع بعض. فلما أنت بتهمل هذا الموضوع، هون بقى بتبلش بقى يصير هاي الفوارق بين الأهل. اليوم كمان كذلك الأمر بين الأطفال، اليوم كذلك الأمر لما بقول أنا فلان والله من هو صغير ما عذبني، بس فلان والله كتير عذبني، كان حرك ورش، كان كتير حرك تمام. فاليوم أنا لما بدي أحكي هاي الجمل قدامهم، هاي هي اللي بتعمل الفارق، إنه والله فلان الله يرضى عليه والله ريحني من هو صغير، بس هذا عذبني كتير. هون بقى بتبلش بقى المشاكل، اللي هي بقى لما بيكبروا بتصير بقى هاي الفوارق بيناتهم، وممكن توصل بيناتهم لحد الكره. في ناس كتير بيقول لك إنه إخوات ما بيكرهوا بعض، الدم ما بيصير مي، هذا الحكي مو صحيح. أو ممكن تصير غيرة صغيرة بيناتهم، بس مع الأيام هي الغيرة تكبر وتصير بحياتهم اليومية، فرح يعني. شو تكتبنا معزج ميسان عن هدول الأشخاص؟ بس محمود إحنا ما بننكر إنه فعلًا بيكون في فوارق فردية بين طفل وبين طفل تاني، طفل بيكون كتير مميز وهادي ومجتهد، وطفل آخر مثل ما قلنا بيكون كتير حركة، وأوقات بيعمل إزعاج حقيقي للأهل. الأهل هون كيف بيقدروا يعملوا حالة توازن بين طفل والتاني؟ ممكن الطفل يتعلم من أخوه بدل ما يكرهه ويصير عنده حالة الغيرة، وهي بدها دقة كتير بالمعاملة، فكيف ممكن نحقق هذا الشيء؟ هلأ اليوم ما هو مستحيل يكون، ما بيقولك بيخلق أخين بس ما بيخلق طبعين، تمام. هذا الكلام نحن متفقين عليه. اليوم أنت بدك تطلع على الجوانب الإيجابية والسلبية، هي عبارة عن سلوك. نحن اليوم أنا بدي أحسن سلوك وبدي أطور سلوك، وفي أنا سلوك بدي أضبطه. اليوم أنا الأطفال أول وأهم شغلة أنه أنا لما بدي أضبط هذا السلوك ما أضبطه قدام الأخوات الباقين. يعني أنا اليوم أهم الأخطاء اللي أنا لازم أني أنا ما أعمل، أني أنا المقارنات، شوف أخوك شو هادي، شوف أخوك شو رأي. المقارنة بين الأخوات هي خطأ جسيم أهل بيرتكبوه بشكل دائم. فأنا اليوم غالبية يعني الأهل كتير نسبة كبيرة باللاوعي، يعني معظم الأهل بيتبعوا هاي القصة. فاليوم أنا لما بدي يكون في عندي طفل هو تصرف سلوك سيء، فكتير مهم أنك ما تنتصر له قدام أخواته الباقين. يعني أنه اليوم سلوك سيء أنك أنت ما تنتصر لأخواته قدام. فأنا اليوم حتى إذا بدي عاقبه أو بدي حاسبه، فيفترض أني أنا حاسبه منفصلا عنهم ومو قدامهم. ليش؟ لانه هذا الشيء راح يعمل له عدم ثقه بالنفس، وانه اخواته راح يعني ممكن يتمسخروا عليه، ممكن يحكوا عليه، ممكن يطلعوا له هاي النظره انه ليك ها انت تعاقبت، انت انضربت، انت إيه الى اخره. فانا اليوم اذا بده يتصرف اي سلوك سيء ناخذه عن منفرده، انا باخذه تماما، يعني باخذه انا على جنب طبعا. وبحاول اني اضويله على الجوانب السلبيه بسلوكه، وحاول اني انا اطور له اياها. اليوم التواصل الصحيح بين الاهل والاطفال هو اهم شيء. انا مو صح اني انا اضربه، مو صح اني انا اعاقبه او اعيط عليه حتى قدام اخواته، لانه هذا الشيء بيهز ثقته بنفسه. يعني هي الفقره الرايحه التواصل، وكثير في اختلاف عليها ميسان، لانه بعض الاهل بيقولوا خلي اخوي يتعلم من عقابه، خلي الاخ الثاني يتعلم من سوء تصرفه. ابدا ابدا ابدا، بالعكس. انا حتى اليوم انا اذا هو تصرف اليوم في بعض الاخوات، مثلا على سبيل المثال ماما فلان كسر الكاسه، فانا بيجي بضربه او بهدله قدام اخوه. فهون شو عم اعزز؟ انا عم اعزز سلوكين سيئين، اولا اللي هو الوشايه لانه اخوه معناته خلص انا كل ما بدي احكي كلمه بده ينضرب اخي، وهي شغله مثلا اخذ لي اللعبه، اخي اخذ لي اللعبه. فاليوم هذا حتى لك انا لازم اليوم انه انا ماما ما بيصير، حتى لما بدي اقول له للاخ اللي وشى انه هو غلط، فانا لازم اخذه على جنب انه انت اليوم ما بيصير تحكي عن اخوك او تفسد عليه او الى اخره. وانا لازم الاخ الثاني انه احنا لازم ندير بالنا كمان بشكل منفصل منفرد، مشان انا اصحح له سلوكه، انه انت اليوم ما بيصير تاخذ من اخوك اللعبه، لازم تتعاونوا او تلعبوا فيها مع بعض. نحاول ندور على حل يتناسب مع الطرفين بوجود الطرفين. يعني انا اليوم بجيب الاخوات نقعدوا قدامي، خلينا ندور على طريقة كيف نلعب فيها بهاي اللعبة مع بعض. بس قديش صعبة هي صعبة. نجي نحن انه على ارض الواقع عم نشوف انه الامهات كتير عم يتعذبوا بهذا الموضوع. يا ترى بضلوا بيقولوا انه الاولاد هن تغيروا طباعهم تغيرت، او بسبب قلة الوقت يعني عم يعطوه الاهل لاولادهم، ونقص موضوع التواصل، يعني هذا التواصل يلي ما عم يكون عم بشكله الصحيح وبالوقت الكافي بين الام او الاب مع اولادهم؟ هو للاسف نحن يعني هي فقره التواصل هي اصلا فقره ما أنا موجوده عندنا. ما بدي اعمم،
بس بنسبة كتير كبيرة الأهل عنا ما بيتواصلوا مع أطفالهم خالص. يعني نحن الأب ملتهي بشغله طبعا بغض النظر عن الظروف الصعبة أو ما في. يعني اليوم نحن متواصل بين الأب وأولاده، الأم وأولادها ما في، هذا شبه معدوم. فنحن اليوم الطفل بحاجة للاهتمام، بحاجة للمشاركة. نحن مثلا أنا بدي أنزل أشتري له، الطفل من عمر 3 شهور بيوعى تمام، ما راح اقول لك من عمر 3 شهور بيوعى، ينتبه على كل اللي حواليه. فلما يكبر مثلا انا بدي انزل اشتري له ثياب، مع انه هو مثلا خلينا نقول عمره 3 سنين او 4 سنين، طب فينا نشاركه انه حبيت هي، خلص انا بشوف هي القطعه بقيسها عليه وكثير حلوه، انا شفتها حلوه بس انه طب حبيتها ماما، ما بتخسر شيء بهذا السؤال. اذا شاركناه بيتعلم المشاركه تماما، انه انا اليوم له رايي، اليوم انت عم تبني له شخصيته، انت اليوم عم تبني له ثقته بنفسه، انا اليوم عم شاركك بشيء بخصك. فاليوم انت من وقت ما بتعلمه من هو صغير انه هو تشاركه بالقرار، يشارك بالقرار، يشارك بالعمل. اليوم بعمل المنزلي، اليوم تعال ماما ساعدني بهذا، تعال بابا ساعدني بهذا، فانت اليوم عم تعلمه انه هو يكون يتحمل المسؤوليه. هاي الشغلات هي شغلات كثير صغيره، كثير صغيره بس نحن ما بنعملها. وهذا الشيء هو اللي بقى بيعمل هاي الفجوه بين الاب او بين الاهل والاطفال. حقيقة يعني تمام محمود، دائما احنا بنسمع انه الاطفال وهن صغار بتختلف سلوكياتهم بشكل كتير عن لما بيكبروا، قد ايه المحبة هون انه نحن نعلم الاولاد يحبوا بعض، يعلموا يكونوا سند بعض من هن وصغار باساليب مختلفة، يمكن هي اساس لما نكبر نحن ما يكون في هي الغيرة القاتلة اللي ممكن نشوفها بين كتير من النماذج الموجودة حوالينا. اليوم شغلة كتير نحن بنعرفها، لما بيكون في فارق كتير صغير بين الاولاد تتولد بيناتهم الغيرة تمام. هلا هي الغيره اذا انت ما عالجتها او ما تصرفت فيها من الصغر يعني بتستمر معاهم لما يكبروا، والمشكله بتكبر بتتوسع بصير في فوارق بيناتهم. اليوم نحن مشان نعالج هي القصه كثير ضروري مثل ما قلت لحضرتك شغلات كثير مهمه لازم نعملها من نحن صغار، من هن الاطفال صغار لما يكبروا. اولا عدم المقارنه، اولا اكبر غلط محمود عم تركز عليه، عدم المقارنة بيناتهم. اليوم المقارنة هي أنت عم تحكم على الأطفال بس يكبروا إنه هن يكرهوا بعض أو يحسوا بهذا الفارق بينهم وبين أهلهم، راح يصيروا راح يتحول هذا الكره مو بس للأطفال وللأهل لأنكم أنتم ميزتوا عني فلان. اليوم عندنا الاعتداء اللفظي والجسدي، أنت اليوم ما فيك تعتبر إنه الأطفال أطفال صغار هن إخوات بينهم وبين بعضهم، يلا بيتخانقوا وبيتصالحوا، ما فيك تهمل هذا الموضوع أبداً، ما فيك تسمح له انه يغلط معه حتى ولو باللفظ. تمام. اليوم الاحترام على الصعيد الاجتماعي، اليوم ما فيك تخلي انه القرايب والمعارف اولاد العم اولاد الخال يوصموه انه والله مثلا فلان هذا يعني بالفاظ، ليش؟ لانه هذا اللفظ بيستمر معه ليكبر. تمام. واذا بتلاحظوا انه نحن اليوم عندنا مثلا ابو فلان ولا فلان ولا القاب لهذا الطفل، هذا الطفل انت راح يستمر معه لوقت ما يكبر، وهي الوصم ما راح يعني ما راح تتركه. فاليوم الاهل لازم يكونوا دايرين بالهم على هذا الموضوع، وبالاضافه لذلك الامر اليوم النقاش والحوار بينه وبين بعضهم وجمعهم. تمام. اليوم الترابط العائلي نحن نفتقده، لازم اليوم نخصص وقت لهم نسمعهم مع بعض بجمعة العيله يحكوا ونتناقش ونحن نحاورهم. نحن اليوم ما في حوار، ما في حديث، إذا كنتوا بتنتبهوا ما في حديث بين الأب وابنه للأسف. الأمهات أو يعني ما بدنا نعمم بس الأغلب يمكن بيقعد على الموبايل أو اللي راجعة من شغلة بدها تلحق طبخ البيت وغيره من القصص، وما بتلاقي فعلا وقت لأطفالها. ونفس الشيء الأب فرح للأسف عم يكون نص وقته بالشغل ونص الوقت بالبيت تعبان، فما كمان ما عم يلاقي وقت. أكيد بنتمنى هي النصائح توصل لكل أب وأم هن عندهم أطفال بدهم يربوها، يمكن هي مسؤولية كتير كبيرة علينا تربية أولادنا، لازم نكون كتير حذرين وكتير عارفانين شو عم يصير معهم بكل التفاصيل. شكرا كتير لك محمود للمعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم. شكرا لك محمود مرة تانية، ونتمنى فعلا الحذر لما نحن منعامل أولادنا، كل تفصيل صغير بيترك أثر نفسي سواء سلبي أو إيجابي. صحيح فرح، شكرا لك يا محمود عن جديد. فرح يعني نحن بأجواء أعياد وبأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، وأقيمت يعني الصلوات ورفعت الأيادي للدعاء في هذا اليوم بكل كنائس سوريا وخصيصا بمدينة دمشق، كان بكنيسة مار يوسف بالدويلعة صلاة. رح نشوف كيف كانت أجواء العيد، عيد الميلاد المجيد، مع زميلتنا سراب الهواء.
مجيد مثل ما بنقول بالإنجيل مجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. حقيقة بلدنا اشتاق كتير للسلام. بنتمنى أكيد بهالعيد المجيد أيامنا مباركة يحل السلام على سوريا وعلى كل الدنيا يا رب، ترجع الأيام مثل ما كانت بالأول وأحسن إن شاء الله. إحنا السنة عملنا مثل كرنفال ميلاد بيعبر عن يعني نزرع الأمل والفرح بقلوب الأولاد اللي صار زمان ما حست بالبهجة العيد وفرح العيد. بتمنى يعمل السلام والفرح وتروح الكورونا مشان يصير الأوضاع أحسن ونقدر نقدم كشاف أحسن. كل عام وأنت بخير سوريا. بتمنى يعمل السلام بكل سوريا وتنتهي وباء كورونا بخير وسلام ويكون عام 2021 منيح ما يكون مثل 2020. قبل الكل السلام، قبل الكل يعمل السلام ببلدنا سوريا وروح هالمرض الكورونا. بتمنى تكون سنة خير على الجميع يا رب وإن شاء الله تكون سنة محملة بالأمان وبالسلام. ترجع سوريا مثل ما كانت قبل، يعم السلام والأمان، ننتهي من قصة كورونا مع خير وسلامة. السلام لكل العالم ونخلص من الأمراض ويعم الازدهار بالبلد. ينعاد عليكم وعلى الجميع بألف خير وإن شاء الله يعم السلام على سوريا وعلى العالم أجمعين. يعم السلام بالوطن وترجع سوريا مثل ما كانت قبل والله يرحم شهدائنا يا رب. ينعاد على الجميع بالصحة والسلام ويخلص هالوباء ونصير كلنا بألف خير يا رب. طبعاً ميسان من بداية الحلقة بنرجع بنقول بمناسبة الأعياد ميسان وبين عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية دائماً بيكون في تحضيرات وبيكون في زينة وبيكون في أكلات طيبة. أهم شيء السفرة، السفرة السورية الحلوة والطيبة. أكيد وكتير ستات بيوت كتير مزوقين بحبوا يهتموا يمكن بشكل السفرة وبنوع الضيافة. رغم أوقات ما يسمى ما بيكون في هاي التكاليف الكبيرة لكن بتشوفي الذوق كتير عالي وكتير حلو بيشدك تعرفي شو فيه على طاولة السفرة. رح نعرف أكثر عن سفرة العيد وكيف فينا نزينها بطريقة لطيفة وحلوة أكيد مع مصممة الأعمال اليدوية السيدة نورة حبش. صباح الخير نورة، ينعاد عليكي. صباح النور، ينعاد عليكم وينعاد على كل الأصدقاء وكل المعارف كل اللي عم بيشوفونا. يسعد صباحك نورة وكل عام وانت بخير. نورة يعني يمكن دائما ست البيت بتهتم بالاكل وبتضل قاعده عم تركض لتعمل الاكلات وتجهزهم تزين الاكلات واخر شيء في تفاصيل بينسوها وفي سيدات لا كثير بيكونوا دقيقين وكثير بيهتموا بالتفاصيل حسب الوقت. تماما حسب الوقت يلي هي تزيين السفره والشغلات يلي ممكن تنضاف الى جانب تقديم الطعام وطريقه تقديم الطعام. لاي حد لازم نهتم بهذا الموضوع لحتى يعمل شكل مميز على سفرتنا بالاعياد. هلا لاي حد يعني حسب الامكانيات الوقت واللي بيساعد واللي بيخفف عبء على الشغل. بسيطة يمكن. تمام. هلا هي طاوله السفره شبيهه نحن كثقافتنا طاوله النص هي اللي اقرب لنا لاستضافه ضيوفنا، فرح نحكي على طاوله النص اللي هي شبيه لها ممكن نعمل ديكور المركز تبع طاوله السفره. بكل الاحوال لانه عناصر طاوله السفره كثير كثار بدهم حديث لحاله. أول تفصيل هو هذا اللي هو عمليا اسمه رانر ماش طويل، هو شرشف طاولة عمليا بس ما عاد يغطي كل الطاولة، يعني صرنا ناخد شيء هيك كتير قصير يعني أو أنه يبين مثل اللي بيسموه رانر
اللي بيكون هو مفروض يكون بعرض الطاولة النص، بس أنا حطيته حيبين على الكاميرا، مفروض يكون بين. هلأ هو مدوكر خياطة قماش، الواحد ممكن يختاره بالقماش اللي مناسب للصالون. فعملياً الرنر بيلحقه ممكن يكون المخدات في نفس اللون، فيها هي ست البيت تقطع القماش وتخيطهم، إذا ما بتقدر فيها تعطيهم لحدا، المهم تاخذ الفكرة، تقدر تنفذهم بكثير ذوق اللي هي بتحدده، مو اللي متوفر بالسوق ومرات ما بيكون متوفر. يمكن هي بتحدده حسب كمان القدرة المالية، بما إنه يمكن تمام. في غلا بنشوف كثير بالأسواق، فيها ست البيت بشغلات هي تعملها ببيتها هاند ميد، يعني أحياناً عم تكون كثير مميزة. هلا أنا رح نحكي على شيء يعني ممكن ما يكون متوفر وممكن نعمله، اللي هو الصحن التقديم اللي هو طبقات. هلا هذا عبارة عن خشب، بس ممكن يتوفر انه نقدر نحط صينيتين فوق بعض ونحط شيء يوقف بيناتهم. بكل الاحوال فينا نستخدم جات كبير يكون لونه مميز بيناسب مناسبتنا، يعني نحن بنحكي على الميلاد، ممكن يصير يخدم مناسبات تانية حسب الالوان اللي هي بتكون مطلوبة للمناسبة. فانا هي اللي متوفرة عندي طابقين، رح نجرب نلاقي اشياء موجوده بالبيت نرتب عليها تخدم المناسبه. فبالبيت ممكن يكون موجود اكيد صحون اللي هي كمان بندور على الالوان، واذا ما في الوان كمان ما في مشكله، فرح نحط هدول والقداح ممكن نلاقي شيء شبيه. انا مثقبتهم حمر بما انه جو الميلاد يمكن يستخدم هذا اللون. هلا بدنا نحط شيء اخضر. هلا عمليا ممكن نستخدم العروق القديمه من شجره قديمه، او نستعير عرق من الشجره، يعني من وراء الشجره فينا نحطه نحشي المكان الفاضي اللي تحت. فبنحط كثير العرق الاخضر كثير مهم. هلا منضيف شغلات إلى علاقة بالميلاد، ممكن من زينة الشجرة نفسها نرد نحطها. أنا عم الصحون هي مبدئياً للضيافة بعدين بكل الأحوال، بس أنا عم حط اللي ممكن يخدم المناسبة. هدي الألوان الحلوة الذهبي مع الأحمر مع الأخضر كلها حيات هي الألوان، وهي ألوان الميلاد وألوان الأعياد. تمام. هلا الشمع كثير مهم بهيك مناسبات، فينا نحطه بالشكل اللي هي متوفر، يعني هلا هدول بسموهم تي كاندل للشاي مثلا، فيهم يكون طويله الشمعه بنحطها برا، اكيد ما رح نشعلها وهي بهذا الوضع، ففينا نحط بس تكون موجوده على الطاوله لحتى تعطي شكل. فبتعمل هي شكل. نحن شو في عندنا كمان؟ يعني يمكن عندك شيء كمان، يعني هلا يمكن كثير ممكن يسالونا انه نحن عم نحط زينه، يعني هي صحن الضيافه هو للزينه مانو للتقديم، هو بيكون موجود بمنتصف الطاوله فقط زينه ليعطي شكل. هلا هو ديكور دائم. تمام مزبوط. بمحيطه بيكون تقديم الطعام. هلا هو ضيافه اللي حنقول عليها، لانه مو طعام السفره اللي هي بدها الهي. نعم. فالضيافه اللي هي ممكن تضل مغلفه وتضل جاهزه للتقديم اذا حدا اجى، ويضل زينك دائما تكون ديكور مع الشجره. نعم. مو بس هي. هلا نور هذا فينا نقول انه كله مصنوع هاند ميد او في شيء ممكن نجيبه عمليا جاهز؟ لهلا نحن ما اشتغلنا هاند ميد، هلا هدول هن الهاند ميد. تمام. هن نجمات مخيطين خياطه يعني مبداهم كثير بسيط، ومج اكيد بيلتقى بالبيت اكيد. فهي اللي عليه رسمه. انا ضفت كواز السنوبر اللي هنن كثير فكرتهم كثير قريبه لشجره الميلاد، والسنوبر كمان عم نشوف انه عم يجيبون السيدات عم يبخون بالالوان اللي هن عم يحبوها. أنا ممكن ذهبي ممكن فضي. انا برافو عليك، هي بخختها فضي، هلا ممكن تنبخ ذهبي، ممكن تنبخ الالوان اللي هي صارت تدخل بطريقه غريبه على الشجره، فممكن الواحد يغير حسب ديكور بيته. صحيح حسب الديكور. هلا في الاشياء الهاند ميد يعني ممكن نضيفها. حتى هدول الدوائر يلي ماسكتيهم كلنا عم نشوف كثير سيدات اشتغلوهم هاند ميد، انه على ايدهم يلي بيخيطوا او يلي ممكن عم يعملون تريكو احيانا. تمام. هن فكرتهم الجديده انه هو خشب مانو قماش، وهو مخرق بطريقه انه يتطرز، فهي الفكره الجديده تبعهم، هن مقدمه ضمن المشروع اللي عم بيشتغل فيه
فهي الفكرة. ضمن نفس الفكرة موجودين ككوسترات للطاولة للكاسات، وبنفس الوقت هي مقدمة بشكل صندوق ممكن ينحط فيه حبات الشوكولا أو الضيافة. حتى أشكال الصناديق قد ايه حلوة وألوانها. هلا أنا اللي جمعته تمام، سوري، أنا اللي جمعته كله أيكون النجمة اللي هي يعني مناسبة كتير للميلاد. في نجمة، خلينا نعرضها بس لنورجيهم كيف النجمة. هلا كيف تم شغلهم هدول والخياطتهم؟ هلا هذا مبدأ الإيتامين فينا نحكي يعني حكينا عليه بلقاء قبل، بس خلينا اليوم الإيتامين بما أنه نعرضهم نورجيهم يعني. هلا الإيتامين هو قطبة إكس تكرر فهي بتطلع الرسمة، وبيكون القماش هو اللي متوفر إيتامين فهو مثقب مربعات، فدائما بنكرر القطبة الرسمات المفروض تكون عندنا فمشان هيك بتطلع، يعني ننقل الرسمة بقطبة مكررة. إذا معنى هدول حتى بالنسبة للمواد، شو هي المواد اللي ممكن السيدة تستخدمها تكون هي مواد بسيطة؟ اليوم دائما بنقول إحنا ما بدنا تكون في تكاليف كتير كبيرة والظروف أكيد صعبة، وبنفس الوقت ما بدنا نحرم من زينة الميلاد وزينة السفرة. هلا اللي متوفر ممكن يكون ثياب مثلا ألوانها حلوة خربت شوي، يعني اللي بتخدم ألوان المناسبة، يعني بنقدر نخيطها أو بنقدر حسب هي الهواية، لأنه نحن بنرجع لنفس القصة أنه إذا ما في هواية أنه تقدر تنفذ هذا الشيء ففي صعوبة فيها، تعطي أفكار تأخذ أفكار، بس أنه إذا حابة تتعلم أكيد تقدر تتعلم. أكيد، واليوم على النت مثلا عم نشوف كثير في مصادر كثير للأفكار حتى من مواد أولية نحن ما بتخطر على بالنا أنه نحن ممكن نقدر نستخدمها. عم نشوف ستات البيوت عم يستخدموها بطريقة كثير أنا حلوة. بدي حط لكم العصفور هذا العصفور هذا ما نقماش، هو إيتامين كمان، فهو لونه أحمر وممكن ينحط على الشجرة بطريقة هي، هو طلب خاص مني كان، فهو لونه كتير حلو بس ينحط بين الغراض وضل معي. هاي عصفور تاني هاي عصفور تاني كتير حلو، هو عم يقع. حتى العلب قد ايه لذيذه مهضومه، انه بنشوف نحن كمان حتى شكلها رغم انه هي كرتون بسيط ما فيها شيء مثل ما بنقول، لكن انا عملتها الفكره بالتفاصيل بشكل كثير. هلا انا عملتها خصوصي مشان الاولاد الصغار، لانه دائما الاولاد بس يجوا على البيت بدك تعطيهم شيء، فهي بس فكره انه كيف نحن نعمل نغلف شيء لولد. هدول بنجيبهم من المكتبه او من اماكن كلف الخياطه، ريبون وكرتونة فاضية عنا لمج أو كيس، يعني ممكن كيس الكرتون الورق تبع الموالح نشتري كمية فاضية منلزق بهالطريقة، وأنا عملته قابل للفتح فمنا نحط لهم شغلات طيبة للصغار استماع ببيته أو هدية أو أي شيء ممكن يلتهوا فيه يعني يحبوا خلال المناسبة، لأنه بس يفوتوا أولاد على البيت لازم تعطيهم شيء هيك ينبسطوا فيه. يعني هي تفاصيل صغيرة فرح، بس بتضيف الفرح كمان لقلوب كل الناس اللي ممكن يدخلوا على بيتنا لحتى يعايدونا، تفاصيل كتير مميزة. يعني ميسان كمان بدقائق قليلة نحن مع بعض مع نورة قدرنا نعمل نموذج ممكن يكون من طاولة نقدر نحط الهدايا اللي نحن بنحبها واللي بتلفت نظر الأولاد والكبار وكل الأعمار. يعني فاليوم قد ايه بتشوفي أنت أنه الطاولة هي بتعكس أول شيء ذوق ست البيت، وثاني شيء بتعكس حالة الفرح والبهجة لما نحن بنختار هي الألوان الحلوة، ممكن نكتر شوي العرق الأخضر ممكن هذا الشيء كمان بيزيد من حلاوة الزينة. يعني مزبوط كل الكلام اللي قلتي، يعني بس هي دائما نرجع منقول انه لما تكون ست البيت مضغوطه بطريقه كثير يعني قاسيه على هالمتطلبات المجتمع اللي صارت، فيعني حلو بس انه تاخذ هيك استراحه، يمكن ما يكون لها مرأة بس ممكن تجمع اغراض من عندها وتروق شوي، بتلاقي انه هي بتنبسط بالزاويه او بالمكان اللي قاعدين فيه وبتغير شكل. يعني كمان يعني نحن نتشكر وجودك معنا لليوم نورة ولهالنموذج المميز اللي قدمت لنا اياه، نتمنى لك التوفيق يا ربي هذا الشغل لكم. واكيد ان شاء الله تكون ستات البيوت اخذوا فكره كيف بيقدروا انهم يعملوا طاوله بمناسبه الاعياد. اكيد، شكرا لك مره ثانيه نورة، وينعاد عليك. ينعاد عليكم وينعاد على الكل اللي عم بيحضرونا. يعني نحن رح نضلنا بأجواء الميلاد فرح، ولكن رح نروح لمحافظة حمص يلي كان فيها مهرجان خاص نظموه شباب بلدة المزينة بمنطقة وادي النضارة، كرنفال نويل الخامس يلي قدموا من خلاله مهرجان صغير. خلونا نتعرف عليه مع زميلتنا شيرين العلي.
احتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة وبمشاركة 60 متطوعا ومتطوعة، نظم مجموعة من شباب بلدة المزينة بمنطقة وادي النضارة كرنفال نويل الخامس، ارتدوا من خلاله لباس بابا نويل أحد رموز عيد الميلاد والمحبب لقلوب الأطفال، وجالوا في شوارع وأرجاء البلدة موزعين الهدايا على الأطفال. حوالي 60 متطوع من الشباب وصبايا حاولنا نعمل هالمهرجان برغم الأمراض والكورونا، الحمد لله حاولنا قدر المستطاع أنه جميع البابا نويل تكون لابسة كمامات، وحتى عطينا بكل هدية كمان كمامة لحتى نشجع العالم والأطفال تلبس الكمامات وتحافظ على حالها وعلى غيرها. وزعنا 1500 هدية شملت كل أطفال البلدة، والحمد لله كل مبسوط، هذا هدفنا. شاركنا اليوم انه مع الشباب كلنا مشان بالكرنفال، انه مشان نبسط الاولاد وهيك بعيد الميلاد، كانوا كثير مبسوطين والفرحه هيك بعيونهم كثير حلو. والله كثير حلو، الله يعطيهم العافيه يا رب، وان شاء الله يعم الفرح كل البلد يا رب. نشكر شباب المزينه وكل عام وانتم بخير. مبادره كثير حلوه، الله يعطيهم الف عافيه، وان شاء الله بنعد عليكم كل سنه بالخير يا رب. خلال الكرنفال تم التقيد بارتداء الكمامات من قبل المتطوعين وإرفاق كل هدية تقدم للأطفال بكمامة تشجيعا على الالتزام بالإجراءات الوقائية. شباب ترفع الراس ودخلت الفرح لقلوب كل طفل ولقلوبنا وهالمحنة اللي عم يمرق فيها البلد. نشكر كل شباب المزيني، والهدية كانت كتير حلوة وينعاد على جميع أهل المزيني. شكرا للشباب المزيني على الهدية الحلوة والكرنفال اللي عمل الفرحة للأولاد. كل مرة بيكون مميز أكثر من عيد، إن شاء الله بينعاد عليكم وعلى سوريا كلها يا رب. كتير حلوة لك فرحة الأطفال مبيني، ميرسي كتير لكل يلي عملوا هالشيء الحلو لأولاد الضيعة. للسنة الخامسة على التوالي تمكن شباب المزينة من خلال هذه الفعالية من رسم البسمة على محيا الأطفال ونشر البهجة بين الأهالي خلال الأعياد رغم كل الظروف. من بلدة المزينة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية. مساء مساحتنا الأخيرة كمان رح نبقى بعالم الطفل، ولكن من ناحية الصحة الجسدية فكتير من الأمهات يمكن بيشوفوا أنه لما بيكون الولد وزنه زايد شوي أو مثل ما منقول ميسان كربوش عن جعوش فأنه هو بالصحة كتير منيحة، وأوقات بيبالغوا يمكن بهذا الشيء لدرجة أنه يوصل وزن زائد بضر ما بينفع. فكيف فينا نحن نحصل على القيمة الغذائية الصح بدون ما نحن نلجأ لوزن زائد ونفوت بهي المتاهة ميسان يلي يمكن أضرار كتير كبيرة؟ رح نعرف هذا الشيء بالتفصيل مع أختصاصية الصحة العلاجية الدكتور نور من عسترلي. صباح الخير يا نور، صباح نعد عليك. مرسي، شكرا نعد عليك ومجرور بجوية نويل. نور نور وقت ممكن مثل ما قالت فرحك بيكون عندنا بيبي صغير جاي على العائلة اهتموا فيه، عجعجو طعموه حرام عم تجوعوه، هي كلمة انه جوعتوه للولد صح. قديش يمكن في تفاصيل صغيرة بتبلش معنا من وقت ما بيكون الطفل رضيع عند الأهل هي بتسبب هي مشكلة الوزن الزائد يلي بتصير مشكلة حقيقية بعد فترة، وما بتكون انه هو والله وزن بيكون انه هو بصحة جيدة. هلا اول شيء بدي اقول احصائية عالمية طبعا هي بناء على حكي الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، أوجدت أنه 40 مليون طفل حول العالم عمرهم تحت الخمس سنين بيعانوا من السمنة الزائدة. فتخيلي الرقم قديشه كبير، كبير. وحوالي 1.9 بليون شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، مو شرط أطفال، هن من جميع الأعمار. فتخيلي قدي صار هذا المرض فينا نقول أنه منتشر حول العالم وعم يسبب، هو صار رقم خمسة يعني نحن عنا عدة أسباب للموت أو سرعة الموت، هو يعتبر صنفوه رقم خمسة بالعالم
بنسبة الوفيات. لأي حد هو خطير 100%. فكيف على الأطفال؟ يعني نحن الكبار أوقات ما بنقدر نسيطر على حالنا ونعمل كنترول وناكل هي ولا ناكل هي، فكيف الطفل؟ كلياتنا مثل ما قلتي المنتاليتي تبعنا وعقليتنا إنه قد ما طعمينا للولد فهو حيطلع عجعوج وخربوج وشوف خدوده ما أحلى هون وكذا. والمناعة مفروض بقصة إنه هو عنده مناعة كتير كبيرة وجسمه صحي وإلى آخره. نور الوزن ممكن يكون دليل على صحة جسدية للطفل ولا ما له علاقة؟ أبداً أبداً. الوزن أوقات بنشوف عالم كتير عندهم زيادة وزن بس إذا بنعمل لهم تحاليل بيطلع عندهم كتير مشاكل صحية. الوزن بدنا نفصله تماماً عن الحالة العلاجية والصحية. إحنا اللي بنحسه بجسمنا ما بنعرف فيه، يعني بنحسه عن طريق إشارات أو يعني إذا وجعنا رأسنا نحن بنطنش، مجرد إنه وجع رأس بنطنش على هذا العارض، فهذا الشيء بيتراكم مع الأيام وبتفاقم وبصير عنا على شكل مرض. نفس الشيء الأطفال بناء على التسارع اللي عم نمرق فيه، على التكنولوجيا اللي عم نمرق فيها، بتشوفي كل الأطفال هلا على بلاي ستيشن أو على الموبايلات عم يلعبوا. اللايف ستايل ونظام الخاطئ اللي عم نعيشه ضمن بيوتنا، الجينات كمان حتى تغيرت عند الأطفال، يعني كل عم تشوفي الأجيال الجديدة عم تخلق معاها أمراض ما كانت موجودة من قبل. الشيء الوراثي أكيد بيلعب دور بزيادة الوزن، بس أهم عامل لزيادة الوزن من وقت ما بيكون أول ما يولد الطفل أكيد هي الأم. الأم هي أول عامل لزيادة وزن طفلة. ليه؟ لأنه كل ما بكي بدها ترضع، كل ما بكي بدها تسكت ببرون. طبعاً هو كمان كثير عم يعمل سمنة مفرطة عند الأطفال، الأمهات ما بترضع أولادها. صح، بس هي ليه؟ لأنه بدها تخلص من صوته، بدها تخلص أنه عم تلهي عن شيء. شو ما بكي ما بنسأل أنه هذا الولد ليه عم يبكي، لا أكيد جوعان، هي كلمة أكيد جوعان أكيد لازم ننسفها من قاموسنا. ما بصير أنه نحن يعني ننسى باقي الأشياء ونركز أنه أكيد جوعان، لأنه نحن وفي يعني سيدات بتغلط كتير، ببلشوا أنه يعطوا الطفل حليب صناعي أو قدرة تماما تحت 6 شهور، وبيعطون كمان أغذية. هو نحن ما بصير نفوت الأغذية الأطعمة على معدة طفلنا لبعد 6 شهور، لأنه صغابات المعوية بيتغير شكلها، وإذا تغير شكلها بصير عنا أمراض مثل سوء امتصاص ومشاكل هضمية عند الطفل. فنحن بدنا ننتبه أنه أول 6 شهور تكون رضاعة طبيعية، بعد 6 شهور نحاول أنه ندخل ننوع، كمان بدنا نحاول نخليه يأكل يدوق كل شيء، انواع يعني حلو المالح الحامض كل انواع الاطعمه متوازنه تماما، مو انه مثلا البيبي مثلا ما حب هاي الطعمه لا خلص معناته انا خضره مع الطعمي، لا غصبا عنه بدي طعمي. يعني دائما عنا 10 مرات لكل شيء، اول مره ما حب الاكل، ثاني مره ما حيحبه، ثالث مره شوي شوي بده يتاقلم، 10 مره قولا واحدا اذا ما في غير نوع بده ياكل هذا النوع. نور، شهيه الاطفال اوقات بتلعب دور يمكن بوزن الطفل. صح. حتى الحركه ولد بتلاقيه بياكل كثير بس بيحرق كثير ما بيكسب هذا الوزن. صح. كيف الام فيها تقول اليوم انا لازم اعمل ستوب ودير بالي على وزن ابني؟ فتنا يمكن مرحله الخطر، ممكن هذا الشيء يكمل معه لبعدين، كيف فيها تشوف مؤشرات انه هي لازم توقف؟ هلا دائما نحن عندنا هي جداول موجوده، اي شخص بيقدر يفوت على الانترنت ويطالع الجداول يلي نسبه الطول مع الوزن للاطفال. دائما بده يقيس على اساسها، يعني انا مثلا عمر ابني 7 سنين، اوكي قد لازم يكون طوله الرينج تبع وزنه؟ انا ابني بهذا الحد انا بالسليم، فوق الحد لازم اعمل كنترول. بس غالبا الاهل ما بينتبهوا، شو بيقولوا؟ انه هي الصحه بس يكبر ويطول بتروح. هذا شيء كثير غلط، لانه نحن ما في شيء جسم الطفل قادر ليخزن الخلايا الدهنيه اكثر من الشخص الكبير. فلهيك انه الدهون اللي بيكتسبها على صغر كثير صعب انه يتخلص منها على كبر. ونحن عندنا شيء اسمه الدهون الحشويه، هي الدهون الحشويه ممكن تتراكم على الكبد، ممكن تتراكم على القلب، لبعدين ممكن تعمل لنا تشحمات ومشاكل كثير خطيره. فهون الاهل ما بيكونوا منتبهين لهذا الشيء، بس هو شوي شوي ومره على مره وكيلو على كيلو زياده، يعني اكيد حتتراكم على الكبد وقلب الطفل وتعملنا مخاطر لبعدين. يعني نورا عم نشوف اخر فتره فرق، اذا عم تشوفي قديش مزداد سكري الاطفال وقديش الامراض كلياتها كمان مزداد كوليسترول عند الاطفال. يعني كثير شيء غريب انه عمر ولد 10 سنين يكون عنده كوليسترول او سكري، يعني في شيء بيزعل. طيب هون وقت الاهل يمكن يلاحظوا انه عند اهلهم في عند اولادهم عفوا في سمنه شويه زياده، امتى لازم يتدخلوا؟ باي عمر هن بيقدروا يسيطروا على اكل ابنهم
وشو هو النظام يلي لازم يتبعوه بهي الحالة؟ هلا اغلب الاهالي بدهم انه اولادهم يعملوا دايت اول شهر ينزلوا 5 6 كيلو، ما في شيء هيك. الطفل اذا بينزل كيليين بالشهر بيكون عامل انجاز عظيم. نحن ما بنقدر نعمل كنترول للصغار. اهم شغله انه نحن نحاول نعمل القاعده التبادليه عند الطفل. يعني انا بدل ما ابعث معه تشيبس وشوكولا على المدرسه، بدل ابعث معه اكلات هو بيستفيد منها، القيمه الغذائيه فيها اكبر، بتساعده بكل شيء. فيني ابعث معه فواكه مجففه، فيني ابعث معه سندويشه بالبيت احسن ما يشتري بالمدرسه. والعامل الاساسي اللي عم يلعب دور كبير بزياده الاطفال انه الجهل التغذوي بالمدارس. يعني نحن لازم يعملوا كنترول عنا بالمدارس، وما عاد يبيعوا اكلات طيبه ومعجنات، هي كلياتها بتعمل اذى للطفل. يعني لازم يكون في منهج تغذوي بالمدارس. شو هي الاطعمه؟ يعني بدل ما يبيعوا تشيبس وشوكولا يبيعوا فواكه، يبيعوا اشياء صحيه. اكيد وقت حيشتروا الاولاد وحتحسن طريقه، بس انا لما الطفل انا عم بحرمه من نوع معين، يعني انا حارمه ابني من الشيبس وراح المدرسه شاف رفيقه عم ياكل شيبس، اكيد حيشتهي وحيروح يشتري. بس اهم شغله اني انا ما عاد اعطيه مصروف للولد لحتى ما يكون عنده مجال انه يكون عنده خيارات اكثر للاكل. بدي ابعث معه لانش بوكس، ممنوع اي طفل يطلع من بيته بلا تبروير او علبه فيها سندويشه، فيها نوعين فواكه اقل شيء. بنقدر نبعث معه شيء سناكات بسيطه، مثلا فينا نعمل بدل الشيبس فينا نعمل الخضره المعرضه للحراره، مثل فينا نقول مجففه ونحط شويه بهارات عليها بتطلع مثل الشيبس. حتى الحلو بشار. ممكن شيء تمر مع شوفان بتقدر تعملهم بالبيت. تماما. يعني ما ياخذوا كثير وقت اصلا. مو بس هيك بيسن، بس هي الفكره انه نحن العقليه تبعنا لسه بعدها مثل يعني ما عم تتطور. انه انا بس بدي سكت ابني بعطيه مصاري ليشتري اكلات. حتى كمان زمان كان اكلنا مختلف، يعني ما كنا ناكل هالكم من الاكل السريع وهالكم من الشيبس والشوكولا. يعني كان في عندنا كنترول. لا من زمان لسه احسن من هذا الوقت، وما كان في هالانواع. لا تنسي يعني هلا نحن الكبار لما بناكل الشيبس بنحبه، فكيف الصغار؟ نكون واقعيين. كمان نور حكيتي عن بعض الاخطاء الشائعه واللي هي عن جد كثير خطيره، مثل انه الاهل بيضلوا بيطعموا اولادهم مثل الشيبس والاكلات الطيبه. قد ايه لسه في اخطاء شائعه يمكن الام بتكون غفلانه عنها شوي، بتفكر انه هي ممكن عم بتسلي الطفل او ترضيه نوعا ما، لكن لها مشاكل كثير خطيره. هلا طبعا نحن لما صحة. مو كورونا ولا مو كورونا. هي على عشت على البرد من عند الصبح. لا تشردقت بنفسي مشان الصدق. عفوا شكلنا غلطنا بحق شيء ام من الامهات. فينا نقول الكولا او العصائر الصناعيه اللي هي موجوده بالسوق نحن عم نبعتها مع اولادنا، بس نحن ما بنعرف قد ايه فيها قيمه غذائيه خاطئه او ما فيها اي فوائد لطفلنا. فانا بفضل انه نبعث العصائر الطبيعيه الفريش، يعني اللي نحن بنعملها ولكن بكميات كثير قليله، لانه الطفل بضل عم يطلب. يعني انا شوي صح سوري انه انا ابني مثلا بحق له كل يوم كاسه عصير طبيعي. طب هي العصير بتنشرب بسرعه، اذا انا قسمتها على كميات كثير قليله فانا ضمنت انه ابني ما يتجاوز الكميه المسموحه له. يعني انا بجيب يعني قنينه صغيره ببعت فيها العصير، بحيث انه اذا ابني طلب مره ثانيه عصير ارجع احط له نص الكميه المطلوبه. الشغله الثانيه انه انا بقدر اني استعيد عن البسكويت بشيء انا عاملته بالبيت، مثل ما قلنا بسكويت الشوفان، الكوكيز اللي نحن بنحضره بالبيت، او عن طريق الدرع او البطاطا الحلوه بتعوضنا عن هدول الاشياء اللي فيها نشويات عاليه أكيد. ولكن فيها سكريات هي مؤذيه. كمان الشيء اللي لمسناه عفوا انه اليوم الطفل ميسان لما بيشوف انه ما قدامه غير هي الشغلات الصحيه اللي هي بتعطيه يمكن طاقته ورغبته من السكر، فهو حينجبر ياكل تمر بدل مثلا الاكلات الطيبه المعروفه بالسوق. فكل ام هي وذكائها هي وطريقه تعاملها مع طفلها تفهم شخصيته وتعرف كيف تتقرب منه. قبل هيك ما بعرف شو صار ولا يهمك نورا.
والله مو كورونا. خلص خلص مو كورونا. ان شاء الله صحه. يعني هي نحن معلومات اليوم كثير حلوه اخذناها منك نور، وان شاء الله هيك كل ام تكون استفادت منها وقدرت انه تستفاد منا، ونكون كثير حذرين ونكون كثير منتبهين على اولادنا، هدول امانه ولازم يمكن نحن كثير ندير بالنا عليهم. شكرا للمعلومات اللي بدي اقول شغله بس، انه دائما الاهل لازم يكونوا قدوه لاولادهم، لانه الطفل لما بشوف اهله عم ياكلوا بطريقه غلط اكيد الطفل حياكل مثلهم. طبعا لما بيكونوا هن عم ياكلوا صح فاكيد حياكل كمان مثلهم بطريقه صح. اهم شيء انه ما نورجيه للطفل انه هو مريض، لازم انه نحاكي الحالة العامة تبع الطفل. يعني إذا الطفل عنا إنه عنده حساسية إنه من إنه هو عنده وزن زيادة وهيك، لازم إنه نقول له نحن حابين نغير من طريقة حياتنا، لازم نكون صحيين أكثر، ما لازم نقول له إنه أنت سمين، لازم يصير نمط غذائي عائلي. قد هذا الحديث بطول نور، وفي كثير تفاصيل أكيد رح نتعرف عليها بحلقات جاية. شكرا لإلك لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لإلك، ينعاد عليك يا رب. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، فرحتنا قلنا بين عدة أمور، وكان للطفل حصة مهمة اليوم بحلقتنا والأكبر. أكيد نتمنى الكل إنه يكون قدروا يستفادوا من المعلومات يلي قدمنا لهم إياها. خلصت حلقتنا اليوم، بدنا نتشكر مطعم بابيديتو على استضافته لنا. بنتمنى لكم نهار كله خير يا رب، ومحبة وسلام وكل الصحة لكم مشاهدينا. أكيد نهارك حلو يا ميسان، نهار حلو لكل مشاهدي الأخبارية السورية. استمتعوا بوقتكم، بدي أتمنى لكم سنة حلوة كلها خير وفرج. باي باي.